أهلا بكم، نشرة إخبارية جديدة عبر منصات السودانية 24. قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لن يكون هناك سلام في السودان إلا بعد أن تخرج ميليشيات الدعم السريع من المناطق التي احتلتها والذهاب إلى مناطق تقبل بها، وأكد بأنه لن تكون هناك أي عملية سياسية إلا بعد أن تنتهي الحرب في البلاد. وجه البرهان أمام حشد من جنود الجيش في مدينة مروي بالولاية الشمالية أمس انتقادات لمن يتهمون منسوبي المقاومة الشعبية بإشعال الحرب، وقال إن الحرب أشعلها من حمل السلاح وقتل الأبرياء وشرد المواطنين من منازلهم. وأكد البرهان أن الجيش سيستمر في القتال ومواصلة الزحف وصولا إلى مدينة الجنين عاصمة ولاية غرب دارفور. قال عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي إن تحرير ولاية الجزيرة يعد هدفا استراتيجيا، وأن استقرار المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية لهم تقف على قمة أولويات الحكومة المركزية. وتفقد كباشي الخطوط الأمامية للقوات بمحلية المناجل اطلع على الترتيبات والخطط الأمنية التي أعدتها وتنفذها القوات النظامية، كما وقف على سير الخدمات المقدمة للمواطنين مشيدا بجهود حكومة الولاية وتضحياتها بل وتضحيات القوات النظامية بكل تشكيلاتها ومكوناتها في بسط هيبة الدولة والأمن والطمأنينة والاستقرار. قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله إن الجيش يحرز تقدما في كل المحاور وإنه مستمر في أداء واجبه الوطني حتى يستعيد الوطن عافيته وتعود الطمأنينة والأمن لكل ربوع البلاد. وأشار العميد نبيل في تصريحات صحفية إلى أن ملحمة الكرامة هي لوحة وطنية تشكل جهود ودماء كافة أبناء السودان الخلص في القوات النظامية بجانب رفقاء السلاح والمصير في القوات المشتركة من حركات الكفاح المسلح. كشفت لجان مقاومة ود مدني عن تواصل عمليات سرقة ونهب المواطنين واقتحام المنازل من قبل عناصر ميليشيا الدعم السريع المتمردة التي تمارس عمليات ترويع الأطفال والنساء والإطلاق العشوائي للذخائر. وأشارت في تقرير عن الأوضاع إلى أن الميليشيا تعتقل المواطنين وتمارس عليهم كل أنواع التعذيب وترفض الإفراج عنهم إلا مقابل مبالغ مالية باهظة، فضلا عن تزايد عمليات نهب المحاصيل والمواشي مما زاد معاناة الأهالي الذين لم يتبقى لهم سوى الزراعة. أبدى السودان أسفه على ما اعتبره تنكرا من بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس وبحكم ماضيها الاستعمارية في السودان الذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات. وقالت وزارة الخارجية السودانية إن حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع ميليشيا الدعم السريع التي استوفت كل صفات الجماعات الإرهابية تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية وراعيتها وداعمتها للإفلات من العقاب. بشر عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم الشركاء العاملين في المجال البحرية والخطوط البحرية ووكالات الملاحة واتحاد أصحاب العمل بإسهام الإنجاز في تسهيل حركة النقل والاقتصاد والصادر والوارد بالنسبة لانتظار 0%. وأشار لدى مخاطبته أمس حفل تدشين وصول رافعات الجسرية من الصين بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به هيئة الموانئ البحرية في ترقية وتطوير العمل بالموانئ وحرصها على مواكبة التطور العالمي في حركة التجارة الخارجية ونقل البضائع دعما للاقتصاد الوطني. قال مصدر موثوق إن الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ستعقد اجتماعا بالقاهرة في 5 مايو الجاري لإعادة هيكلة مكتبها التنفيذي ومناقشة برنامج عملها للفترة المقبلة. وأشار المصدر أن لجنة مصغرة كونها رئيس لجنة الاتصال السياسي بالكتلة منياركم الناوي للنظر في أمر إعادة الهيكلة بعد أن تواصلت مع التنظيمات المكونة للكتلة، وأكدت أنه تم التوافق على تولي مناوي رئاسة الكتلة وجبريل نائبا له ومبارك الردول أمينا عاما ومعتز فعل أمينا للمال على أن ينظر في تسكين التنظيمات الأخرى لاحقا.
قال جبريل إبراهيم محمد وزير المالية إن عدد النازحين داخليا بلغ 10 ملايين نازح، وأكد التزام الحكومة بتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها أن تعيق المساعدات الإنسانية. وقدم جبريل شرحا للأوضاع في السودان وتأثير الحرب على حركة الاقتصاد ودورة حياة المواطن السوداني خلال لقاء مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيع بمقر المركزي في الرياض أمس. أخلت السلطات الأمنية في محلية عدبر بولاية نهر النيل شمالي السودان نحو 25 أسرة من مدرستين كانت تأويهم بعد نزوحهم من الخرطوم بسبب الحرب. وقال رب إحدى الأسر المطرودة بحسب سودان تربيون إن قوة من الشرطة تدعمها عناصر ترتدي الزي المدنية داهمت مدرسة بدري للبنين في منطقة الحصاية وقامت بإخراج الأسر الموجودة. وكشف عن تلقي الأسر تهديدات مباشرة بتوقيف المعترضين على القرار وفتح بلاغات في مواجهتهم وطردهم خارج الولاية أو ترحيلهم إلى مدينة أم درمان قسريا وفق حديثه. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.